السلام عليكم ايها المسلمون اخبروا المنافقين واخوانهم بان المسلمين لم يقعدوا للفرجه والدعاء على الكفار كما اشاعوهم في اول ازمه كورونا ولم ينتظروا ان يكتشف الكفار لهم العلاج كما كانوا يلمزون ويسخرون اخبروهم ان المدير التنفيذي للشركه التي تملك اهم كارت في مواجهه فيروس كورونا جهاز التنفس الصناعي فينتيلاتور رجل مسلم اسمه عمر اشراق قد اعلن قبل ايام عن تبرع شركته الايرلنديه ميدترونيك بحقوق الملكيه الفكريه لهذا الجهاز ومنحها مجانا لكل دول العالم لانقاذ ارواح اكبر قدر ممكن من البشر أخبروهم أن فريق جامعة جون هوبكنز الذي يسعى لإنتاج أسرع تيستين كيت لتشخيص فيروس كورونا تقوده طبيبة مصرية مسلمة اسمها هبة مصطفى أخبروهم أن الآلاف من الأطباء المسلمين يقفون الآن في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء حالهم كحال غيرهم وأن أول ثلاث أطباء سقطوا شهداء في بريطانيا هم مسلمون ماتوا هم يعالجون غير المسلمين امجد الحوراني وعادل الطيار وحبيب الزيدي اخبروهم ان ثقافه المسلمين في النظافه الشخصيه بالمياه واقصد الشطافه ساعدت خلقا كثيرا في اوروبا وامريكا بعد ازمه اختفاء ورق تواليت حتى ان امازون في الايام الاولى باعت كل المعروض لديها من الشطافات اخبروهم ان تعليمات نبينا محمد عليه الصلاه والسلام في الحجر الصحي والاخذ بالاسباب الماديه والطبيه تم الاشاره اليها والاشاده بها والاستفاده منها في هذه الازمه وان البروفيسور الامريكي كاريج كونسي داين كتب مقالا طبيا في مجله نيوزويك الامريكيه الشهيره عن وصايا النبي محمد عليه الصلاه والسلام عند حدوث الوباء وصرح بأن النبي محمد أول من تكلم منذ أربعة عشر قرن عن مبادئ عامة يقرها الطب الحديث اليوم في مواجهة الأوبئة الخطيرة وأن محمد عليه الصلاة والسلام لم يواجه الأوبئة بالصلاة والدعاء فقط كما يصور المنافقون أخبروهم أن العلماء في بلاد المسلمين اتبعوا الإجراءات العلمية والطبية والفقهية الصحيحة واوقفوا العمره والجمعه والجماعات واقفلوا المسجد الحرام والمسجد النبوي ولم يخيبوا مثل احبابكم في ايطاليا واسبانيا والدول المتقدمه. اخبروهم ان الوباء خرج وظهر في بلاد لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر، في بلاد تطبخ الميته وتاكل الخبائث ولم يخرج من بلاد المسلمين لانهم يتوضؤون ويغتسلون ويتطهرون ولا ياكلون الا الحلال الطيب النظيف الطاهر. اخبروهم اننا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وان دعاه الانهزاميه معاول الهدم منافقوا هذا العصر فلهم قدموا للبشريه ما ينجيهم ولهم دعموا جهود من يبني ولهم كفوا السنتهم واقلامهم وودوا لو تكفرون